السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الطلاب والطالبات في مقرر التقنية الرقمية 1-3. سنتعرف بإذن الله في درسنا اليوم على إنشاء اتصال إنترنت عبر الكابل الجزء الثاني في وحدة الشبكات المتقدمة. أهداف الوحدة: أنواع الشبكات وخصائصها، تطور شبكات الهواتف النقالة، عمل نظم تحديد المواقع الجغرافية GPS عبر الأقمار الصناعية، بروتوكولات الإنترنت IP، التعرف على برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة، استخدام بيئة برنامج سيسكو لمحاكاة الشبكة، أيضاً توصيل الشبكة المحلية LAN بشبكة الإنترنت عبر الكابلات. إذن في درسنا اليوم سنكمل توصيل الشبكة المحلية LAN بشبكة الإنترنت عبر الكابلات. سؤال: ما أجهزة الشبكة اللازمة لإنشاء اتصال الإنترنت عبر الكابل؟ تعلمنا في الدرس السابق توصيل الشبكة المحلية LAN بشبكة الإنترنت، قمنا بإنشاء هيكلية الشبكة وإضافة أجهزة الشبكة وتوصيل الكابلات بين الأجهزة، أيضاً تهيئة أجهزة الشبكة لتوصيل الشبكة المحلية LAN بالإنترنت باستخدام عناوين IP الثابتة، قمنا أيضاً بضبط إعدادات الموجه اللاسلكي وإعداد شبكة الإنترنت السحابية وإعداد مزود الشبكة. أيضاً في درسنا الماضي تعرفنا على الخطوات التي يتعين اتباعها لتوصيل شبكة محلية LAN بالإنترنت: أولاً إنشاء هيكلية الشبكة، ثانياً إضافة أجهزة الشبكة وتوصيل الكابلات بين الشبكة وتهيئة أجهزة الشبكة لتوصيل الشبكة المحلية باستخدام عناوين IP الثابتة، وأيضاً تهيئتها لاستخدام عناوين IP الديناميكية، أخيراً اختبار التوصيل. إذن أولاً إنشاء هيكلية الشبكة، قمنا بتوصيل شبكة محلية LAN بشبكة إنترنت، قمنا بإضافة الموجه والمودم وسحابة الإنترنت وأيضاً خادم الويب. إذن الأجهزة المستخدمة لبناء الشبكة: أولاً استخدمنا الموجه اللاسلكي لتزويد الشبكة بالإنترنت، ثانياً قمنا بإضافة المودم السلكي يعمل كجسر بين الشبكة المحلية وشبكة الإنترنت، أيضاً قمنا بإضافة أيقونة سحابة الإنترنت وهي كمحاكاة لشبكة الإنترنت المحلية، أيضاً قمنا بإضافة خادم الويب وقمنا بتعيين مستضيف مثل cisco.com. بعد ذلك قمنا بتغيير الأسماء المعروضة على أجهزة الشبكة: أولاً الموجه اللاسلكي، تصنيف الرئيس أجهزة الشبكة، الفرع أجهزة لاسلكية، الطراز وايرلس راوتر، والتسمية على الشبكة موجه لاسلكي، أيضاً المودم اللاسلكي، التصنيف الرئيس أجهزة الشبكة والتصنيف الفرعي، محاكاة الشبكة الواسعة والطراز الكيبل مودم، التسمية على الشبكة مودم سلكي، أيضاً الكابل الإنترنت، التصنيف الرئيس أجهزة الشبكة، تصنيف الفرعي محاكاة الشبكة الواسعة والطراز كلاود والتسمية على الشبكة إنترنت، بعد ذلك خادم الويب، التصنيف الرئيس الأجهزة الطرفية، الفرعي الأجهزة الطرفية والطراز السيرفر والتسمية على الشبكة cisco.com. أيضاً قمنا بإضافة الكابلات بين الأجهزة في مساحة العمل، قمنا بإضافة كابل إيثرنت من نوع سلك نحاسي مباشر بين السويتش وبين الموجه، أيضاً قمنا بربط الموجه بالمودم، أيضاً قمنا بإضافة كابل محوري يربط بين المودم والإنترنت، أيضاً قمنا بإضافة كابل نحاسي للربط بين الإنترنت والخادم أو cisco.com. بعد ذلك قمنا بضبط إعدادات الشبكة، قمنا بإعداد الموجه اللاسلكي حيث يتم تكوين عنوان IP بواسطة بروتوكول DHCP، ويكون الموجه مسؤولاً عن مشاركة عنوان IP بين أجهزة الحاسب المتصلة بالشبكة المحلية والشبكات الأخرى أو الأجهزة الأخرى على الشبكة. الإعدادات هنا التي نحتاج إلى تغييرها: أولاً تعيين IP ثابت لخادم الDNS وهو خادم الويب cisco.com،
بعد ذلك تغيير اسم الشبكة أو الـ SSID. إذن نقوم باختيار لضبط إعدادات الموجه، نقوم بالضغط على الموجه، بعد ذلك من تبويب GUI نقوم بالضغط على Setup، بعد ذلك نقوم بتفعيل الـ DHCP، ونقوم هنا بتعديل بكتابة أو النطاق عناوين الأجهزة. هنا نطاق الأجهزة 50 جهاز. بعد ذلك نقوم بتغيير اسم الشبكة إلى My Network، ونقوم بحفظ الإعدادات. بعد ذلك قمنا بإعداد شبكة الإنترنت السحابية، وذكرنا أن شبكة الإنترنت هنا الجهاز السحابي يحاكي شبكة الإنترنت، ولكي يعمل لابد لتثبيت وحدتين. الوحدة الأولى PT Cloud NM1CX تتميز بموصل محوري يستخدم بتوصيل خدمة بالمودم. ثانيا نقوم بتوصيل PT Cloud NM1CFE تتميز بموصل إيثرنت سريع لاستخدام مع الوسائط النحاسية. إذا للإعداد في البداية نقوم بالضغط على الإنترنت أو السحابة، بعد ذلك نقوم بإغلاق الإنترنت الفيزيكال، بعد ذلك نقوم باختيار الموديل، نقوم باختيار أولا جهاز البي تي كلاود، ونقوم بسحبه في المنفذ هنا. أيضا نقوم باختيار البي تي كلاود إن إم 1 سي إكس، ونقوم بسحبه في المنفذ هنا. بعد ذلك نقوم بإعادة تشغيل الشبكة. أيضا قمنا بإعداد مزود الخدمة، مزود الشبكة، وهو اتصال الإنترنت عبر الكابل. قمنا في البداية من إيثرنت، قمنا باختيار نوع الكابل، بعد ذلك إضافة السلك النحاسي في الإيثرنت، بعد ذلك الضغط على Add. إذن في درسنا اليوم سنقوم بإكمال توصيل الشبكة المحلية LAN بشبكة الإنترنت. في الدرس السابق قمنا بإنشاء هيكلية الشبكة، وقمنا بإضافة الأجهزة وهي عبارة عن الموجه والمودم السلكي، بالإضافة إلى خادم الويب، قمنا بتعيين مستضيف cisco.com، بالإضافة إلى أيقونة السحابة تقوم بمحاكاة الإنترنت. بعد ذلك قمنا بتوصيل الكابلات بين الأجهزة، بعد ذلك قمنا بإضافة IP الثابت. في درسنا اليوم بإذن الله سنقوم بضبط إعدادات بقية الأجهزة، بالإضافة إلى تعيين IP الديناميكي للأجهزة. أيضا سنقوم باختبار الاتصال. إذن في درسنا اليوم سنقوم بإعداد خادم الويب، بالإضافة إلى استخدام عناوين IP الديناميكية، وأخيرا سنقوم باختبار التوصيل. في البداية سنقوم بإعداد خادم الويب، سنبدأ بتعيين cisco.com كخادم. إذن لتعيين cisco.com كخادم في البداية سنقوم بالضغط على خادم الويب أو cisco.com، بعد ذلك من قائمة السيرفز من تبويب الـ DHCP سنقوم بتفعيل الـ Fast Ethernet وتغيير البول نيم إلى DHCP بول. نقوم بكتابة الديفولت جيتوي أو البوابة الافتراضية 208.67.220.220. أيضا سنقوم بإضافة الـ DNS سيرفر، ونقوم بكتابة الـ IP أدرس والماسك، بعد ذلك كتابة العدد الأقصى لعدد المستخدمين للشبكة، هنا تم تعيينه إلى 50 مستخدم، بعد ذلك الضغط على Add ليتم إضافة الخادم. ما أهمية تعيين الحد الأقصى لعدد المستخدمين؟ من المهم تعيين الحد الأقصى لعدد المستخدمين، وهو يحدد عدد المستخدمين النشيطين المسموح لهم على الخادم في الوقت نفسه.
وعندما يصل الخادم إلى هذا الحد يرفض أي طلبات إضافية إلى أن يصبح عدد المستخدمين النشيطين أقل من الحد الأقصى لمستخدمي الخادم. إذن لإعداد خادم الويب نقوم بالضغط على السيرفس أو خادم الويب، بعد ذلك سيرفس دي اتش سي بي، نقوم بتفعيل السيرفس فاست إيثرنت، ونقوم بكتابة البول نيم، بعد ذلك البوابة الافتراضية، بعد ذلك نقوم بتحديد عدد المستخدمين. في البداية نقوم بكتابة الـ IP address، وكتابة القناع، وتحديد عدد المستخدمين للشبكة إلى 50 جهاز على الشبكة، بعد ذلك الضغط على Add، يتم إضافة cisco.com داخل الخادم. بعد ذلك سنقوم بإعداد خادم سيسكو كخادم DNS لترجمة عناوين المواقع إلى IP الخاص به. إذن من مجموعة السيرفس نقوم بالضغط على DNS، بعد ذلك في حقل النيم سنقوم بكتابة cisco.com، في حقل التايب سنقوم باختيار ريكورد، بعد ذلك في حقل الادرس سنقوم بكتابة العنوان IP الظاهر أمامكم، بعد ذلك الضغط على Add. إذن لإعداد خادم الويب نقوم بالضغط على خادم الويب، بعد ذلك DNS، نقوم بتفعيل الـ DNS، وكتابة cisco.com بمقابل النيم، بعد ذلك Type Record، ونقوم بكتابة العنوان الأدرس، هنا تم ترجمة الـ DNS إلى IP. بعد ذلك سنقوم بضبط الإعدادات العامة لخادم cisco.com وإعدادات الوجهة الفاست إيثرنت. إذن لضبطها من علامة التبويب الكونفيج سنقوم بالضغط على Global Setting، بعد ذلك سنقوم باختيار Static أو ثابت، في حقل البوابة الافتراضية أو الجيتوي سنقوم بكتابة العنوان 208.76.220.1، وأيضا في حقل الـ DNS سنقوم بكتابة العنوان الـ IP 208.67.220.220. بعد ذلك في الانترفيس سنقوم بالضغط على الفاست إيثرنت، بعد ذلك من قسم الـ IP Configuration سنقوم بالضغط على Static، بعد ذلك في حقل الـ IP Address سنقوم بكتابة العنوان 208.67.220.220، وسنقوم بكتابة أيضا قناع الشبكة 255.255.255.0. هنا عند تمكين خدمة الـ DHCP يتم تعيين العناوين تلقائيا لأجهزة الشبكة، حيث إذا تم تعيين الـ DHCP تزيد من أمان الشبكة، أيضا تتفادى مشكلة وجود جهازين يحملان نفس عنوان الـ IP Static والذي يتسبب في تعطل أو اتصال الجهازين وقد يؤثر على أداء الشبكة. إذن
ما الفائدة من تمكين خدمة DHCP؟ الفائدة هنا يتم تعيين عناوين لأجهزة الشبكة بحيث لا يتم أن يحمل جهازين نفس العنوان ويحصل بعده تعطل للشبكة. إذن لابد من تفعيل خدمة DHCP. بعد ذلك سنرى التطبيق العملي لتفعيل خدمة DHCP. نقوم بكتابة عنوان البوابة وأيضا إضافة DNS سيرفر. بعد ذلك من الفاست إيثرنت سنقوم بتعيين DHCP وتعيين IP أدرس. هنا يتم تحديد القناع الشبكة. بعد ذلك سنقوم بإعداد أجهزة الشبكة المحلية LAN. إذن في السابق قمنا بإعداد أجهزة الشبكة المحلية من خلال تعيين عناوين IP الثابتة. الآن أصبح جهاز الموجه مسؤول عن تعيين عناوين IP لكل جهاز بدءا من عنوان من أول عنوان لهذه الأجهزة كالتالي 192.168.0.100، وذلك بالنسبة للأجهزة PC1 وPC2 والبرينتر. القيام بذلك يجب تغيير الإعدادات للأجهزة PC1 وPC2 والبرينتر في قسم تكوين IP ثم تفعيل خيار DHCP. إذن في البداية قمنا بتعيين IP الثابت لكل من PC1 وPC2 والبرينتر. الآن بعد التركيب الموجه في الشبكة سنقوم بتغيير هذه العناوين الثابتة إلى عناوين ديناميكية من خلال تفعيل DHCP. أثناء تطبيقك لهذه المهارة تختلف عناوين IP عن العناوين المعروضة في الصور لأنك فعلت خيار DHCP. إذن هنا PC1 نقوم بتغيير أستاتيك الثابت إلى DHCP. هنا سيتغير عنوان IP إلى 192.168.0.102. هنا البوابة الافتراضية الخاصة بالموجه. أيضا بالنسبة PC2 عند تفعيل خيار DHCP سيتغير عنوان IP. أيضا هنا عنوان خاص بالطابع عند تغيير من static أو من ثابت إلى DHCP. إذن لإعداد أجهزة الشبكة المحلية سنقوم بتغيير العناوين الثابتة إلى DHCP من ديسكتوب IP configuration، بعد ذلك الضغط على DHCP ستتغير عناوين الأجهزة تلقائيا. وبنفس الطريقة سنقوم بتغيير PC2 والطابعة. بعد ذلك أخيرا سنقوم باختبار الاتصال. إذن بعد أن انتهينا من عملية توصيل الأجهزة وإعداداتها المختلفة سنتحقق من اتصال الشبكة المحلية بالإنترنت بشكل صحيح. ولاختبار ذلك عليك أن تفتح متصفح المواقع الإلكترونية من جهاز الحاسب وكتابة عنوان cisco.com. كما ترى فإن مزود خدمة الإنترنت وجد خادم الويب سيسكو ويرسل الصفحة إلى متصفح جهاز PC1. إذن لتطبيق ذلك سنقوم باختبار الاتصال. سنقوم بالضغط على أيقونة الجهاز الذي نريد التحقق منه، مثلا هنا سنقوم باختيار PC
وين. بعد ذلك من تبويب الديسكتوب سنقوم بالضغط على الويب براوزر. بعد ذلك هنا سنقوم بكتابة ال http://cisco.com. بعد ذلك هنا سيظهر الاتصال تم نجاح الاتصال quick link small page. إذن لاختبار الاتصال نقوم بالضغط على PC1. بعد ذلك من ديسكتوب لويب براوزر نقوم في كتابة ال URL http://cisco.com. بعد ذلك ستظهر لنا الصفحة الرئيسية لسيسكو Welcome to Cisco Packet Trace. إذن تم إنشاء الاتصال بنجاح. نشاط: حدد الجمل التالية هل هي صحيحة أم خاطئة. 1. عند تمكين خدمة DHCP لتعيين العناوين التلقائية لأجهزة الشبكة تزيد من أمان الشبكة وتتفادى وجود مشكلة جهازين يحملان نفس عنوان IP. ممتاز، الإجابة صحيحة. 2. جهاز المودم مسؤول عن تعيين عناوين IP لكل جهاز. الإجابة خاطئة، هنا الجهاز الموجه هو المسؤول. 3. البوابة الافتراضية هي عنوان IP الخاص بالموجه. ممتاز، الإجابة صحيحة. إذن تعلمنا في هذا الدرس توصيل الشبكة المحلية LAN بشبكة الإنترنت. إذن قمنا في هذا الدرس بتوصيل شبكة LAN محلية بشبكة إنترنت. أولاً قمنا بإنشاء هيكلية لهذه الشبكة. بعد ذلك قمنا بإضافة الأجهزة وهي عبارة عن المودم والموجه والخادم بالإضافة إلى الإنترنت. بعد ذلك قمنا بتوصيل الكابل بين الأجهزة. بعد ذلك قمنا بتعيين الـIP الثابتة للأجهزة. بعد ذلك قمنا بضبط إعدادات الأجهزة مثل المودم وخادم الويب وأيقونة سحابة الإنترنت. بعد ذلك قمنا بهيكلة أو إعادة تعيين IP الثابت إلى ديناميكي من خلال DHCP. بعد ذلك قمنا باختبار الاتصال. تقويم ختامي: أجب عن الأسئلة التالية بناء على ما تعلمته في هذا الدرس. في مخطط الشبكة سم أجهزة الشبكة والكابلات من أجل توصيل شبكتي LAN بالإنترنت عبر جهاز توجيه لاسلكي، علما بأن الاتصال هو اتصال إنترنت الكابل. شكرا لكم على حسن المتابعة.